اهلا بحضراتكم مره تانية، وبلا تحيز برضو بتستمر المراه المصريه في تصدر المشهد. طبعا الرجال موجودين ومش بنقلل من قدرهم، لكن بشكل كبير جدا طبعا مظاهر السيدات كانت واضحه جدا من اول يوم وحتى اخر يوم. شفنا الدكتوره والمهندسه والست المحيي الشعبي والست الريفيه والمراه الصعيديه، وشفنا كمان الوزيرات بياخدوا معاهم احفادهم في مشاهد ايضا جيده، والام واخده بنتها او ابنها، حتى لمن يحق لهم حق التصويت بس كانوا ايضا بيصاحبوهم خلال الادلاء بعمليه الاقتراع، وبالتالي بينموا بشكل او باخر الثقافه لدى المواطن المصري ولدى الطفل المصري ولدى الشاب المصري باهميه ودور المشاركه في الاستحقاقات الانتخابيه المختلفه. كمان المراه المصريه وضعها خاص في هذه التعديلات الدستوريه، لانها سيتاح لها كوتا بنسبه 25% ايضا في البرلمان، وزي ما قلنا لحضراتكم انه في طموح انه يكون ايضا مزيد من الحقب الوزاريه، الحقائب الوزاريه، ومزيد ايضا من المناصب العليا زي مثلا منصب نائب الرئيس. المجلس القومي للمراه ايضا مشكل غرفه عمليات، وكان ليه دور كبير في عمليه التوعيه تحت قياده الدكتوره مايا مرسي، وكانت في طبعا كتير من الفعاليات في مختلف المحافظات، وغرفه عمليات بتتابع ايضا وترشد المراه المصريه في كل مكان. عشان كده احنا كمان معانا النهارده الاستاذه رانيا يحيى، ايضا الدكتوره رانيا يحيى، وهي عضو المجلس القومي للمراه والضيفه العزيزه علينا دائما. اهلا بيك يا دكتوره، منورانا. ربنا يكرمك. اهلا بيك يا دكتور ومنورانا. واحنا طبعا يعني يمكن حسام جاب كل اعمار السيدات ونسي الفتيات الصغيرين، يعني احنا كنا بنشوف برضو في دور المراه، واحنا بنتكلم على دور المراه، الفتيات اللي هم في سن 14 يعني في السن الصغير 16 سنه و 18 سنه و19، يعني شفناهم برضو ان هم متواجدين، يعني كان جميع الفئات العمريه في الحقيقه. واللي يمكن كان رد قوي بصوت الصوره على حته عزوف الشباب او انه الشباب مش موجودين او الشابات مش موجودين، لا كانت كل الاعمار في الحقيقه موجوده. فخلينا برضو احنا بنتكلم على المجلس القومي للمراه. الشابات مننا ايه ده؟ ما تزعليش الشابات مننا. ايوه لا مش هنزعل الشابات طبعا، عشان كده قلت برضو ما ننساهمش طبعا، لان كان دورهم مهم جدا. فايه اللي رصدتيه من مشاهد تواجد المراه، وايه اللي رصدتيه ولمستيه على الارض من الوعي السياسي اللي وصل للمراه داخل المجتمع المصري؟ المراه المصريه عندها حس وطني بالفطره، وطبعا ده يعني مش هقلل من دور التوعيه الكبيره اللي بيقوم بها المجلس القومي للمراه، سواء من حمله طرق الابواب اللي بتوعي المراه المصريه في كافه الاستحقاقات اللي فاتت، او من خلال حمله صوتك لمصر بكره اللي بتحث المراه على المشاركه السياسيه في كافه الاستحقاقات. بس عايزه اقول ان المراه المصريه دايما عندها احساس بالانتماء لهذا الوطن، وعلى مر التاريخ شفنا قد ايه المراه المصريه كانت خير مدافع عن هذا الوطن، وشفنا الملكات من اول حضارتنا الفرعونيه وقائدات للجيوش، وحققنا انتصارات لمصر. صحيح. وبعدين على مر العصور المختلفة شفنا قد إيه كان للمرأة المصرية في الحضارة الإسلامية وفي الحضارة القبطية، شفنا قد إيه كان للمرأة أدوار عديدة جدا. ثم أصابها بعض يعني الركود شوية أو النظرة الرجعية في حق المرأة المصرية، ثم عادت تاني من قبل 1919 مع الحركات يعني النسوية اللي بدأت تظهر، وبعض المحاولات من كبار المفكرين والكتاب زي محمد عبده ورفعت الطهطاوي وغيرهم اللي بيتكلموا على التواجد النسوي ويعني أهمية التعليم والتحرر بالنسبة للمرأة المصرية. نزلت المرأة في 19 وبدأت يعني تشارك سياسيا لأول مرة، نشوفها تاني بعد عصور كانت يعني الخمود والانكسار في حق المرأة المصرية، رجعت تاني في 19. عشان كده السنة دي كان المجلس القومي للمرأة بيحتفي بالمرأة المصرية أصل الحكاية، ودي كان عنوان احتفالية السنة دي، مئوية المرأة المصرية. لأن ما كانش بس الحقيقة دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية، ولكن كان دورها في يعني الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والمشاركة المجتمعية بشكل عام في كافة مناحي الحياة والتواجد. يعني تقلد المرأة بقى منصب وزير من أول السيدة حكمة أبو زيد أول وزيرة، ووجود المرأة تحت قبة البرلمان، يعني مشاركة للمرأة بدأت خلال 100 سنة اللي فاتت بشكل قوي جدا، وبدأت المرأة المصرية بالفعل ليها دور في الحياة السياسية بشكل كبير. صحيح. ثم
بعد كده بقى نلاقي الخمس سنين الأخيرة أو بعد ما حدث في 2011 ويعني الانتكاسة الفظيعة اللي احنا مرينا بيها على مستوى مؤسسات الدولة وعلى مستوى الانهيار الأخلاقي والقيمي وكل يعني ما حدث من مؤامرات صهيونية يعني تحاجب الأمة العربية، وطبعا مصر أحد المستهدفات القوية جدا في هذه المؤامرة، لقينا أن المرأة المصرية هي صاحبة هذا الوعي، والمرأة المصرية هي خير من تدافع، والمرأة المصرية نزلت في 30 يونيو قد إيه بقوة وبكثافة وتصدرت المشهد السياسي لاسترداد الوطن المختطف. صحيح. فكانت المرأة المصرية الحقيقة أيقونة ونموذج وطني. عشان كده كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولا يزال دائما يخاطب المرأة بشكل خاص. بالزبط. يعني لأنه بالزبط. عنده هذا الوعي ويعلم. الخمس سنين الأخيرة بعد تولي سيادة الرئيس الحقيقة إحنا بنعتبر إن إحنا في العصر الذهبي للمرأة المصرية، يعني شايفين قد إيه حصل بقى حراك يعني حقيقي ووعي كبير جدا في ملف المرأة بشكل عام. شفنا التمكين السياسي للمرأة المصرية، الوزيرات في الحكومة عدد 8 وزيرات لأول مرة في الحكومة المصرية. لا ولسه الكوتة بتاعت المرأة في لا ده لسه هنتكلم لسه هنجيلها دي. البرلمان ولأول مرة يوصل البرلمان المصري يبقى عندنا 15% تحت قبة البرلمان السيدة السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار السيد رئيس الأمن القومي، نائب محافظ البنك المركزي، منصب المحافظ. يعني الحقيقة في حراك حقيقي، في تمكين حقيقي. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني ده كل املنا ان شاء الله ان المراه المصريه مش اقل من المراه في اي حته في العالم كله، بل بالعكس المراه المصريه صاحبه انجازات وصاحبه تاريخ مشرف على مدار كل العصور، حتى كانت المراه بتشارك في صناعه بطولات الرجال وكانت دائما هي خلف الرجال اللي صنعوا بطولات. فيعني المرأة المصرية حقيقي هي رمز للوطنية والكفاح والنضال، وإن كنا السنة دي بنقول إن المرأة المصرية هي أصل الحكاية، فهي المرأة المصرية هي كل الحكاية. صحيح. وهي رفيقة الكفاح، هي أم الشهيد وزوجة الشهيد طبعًا. وأخت الشهيد يعني طبعًا. والحقيقة زي ما حضرتك قلت هي بتساهم في الكفاح طبعا، ملف كبير جدا. والمرأة صحيح. المصرية صنعت تاريخ هذا الوطن، وإن شاء الله هي صانعة مستقبل هذا الوطن كمان بإذن. وهي رهان عليها في فكرة الوعي هي طبعا مربي الأول للأبناء وهي عماد الأسرة المصرية، وبالتالي أنت شايف الوعي بيزيد لدى المرأة المصرية جداً. وإيه المظاهر اللي شفتيها المرة دي تحسسك أنه لا ده في فرق، أو أن احنا كل مرة بنتقدم خطوة للأمام، أو حاجات محتاجين نشتغل عليها أكتر؟ كان في ناس بتتكلم على ان الاستفتاء مش ناس كتير هتنزل وان هيبقى في عزوف من البعض للنزول، لكن اللي احنا شايفينه على ارض الواقع، وانا نزلت في اول يوم وشفت يعني مريت على بعض المدارس وشفت قد ايه الحقيقه الستات نازله وبتشارك من قلبها، يعني الناس نازله بدافع وطني حر، وكل واحد في الاخر ليه الحريه التامه في ان هو يدلي بصوته كيفما يشاء، ان هو يقول نعم او ان هو يقول لا، ده يعني حريه مطلقه لكل مواطن. ولكن هنا اهميه الدور ان انا يبقى ليا صوت، ان انا ابقى مهتمه بان صوتي ده انه لازم دكتور يوصل. دكتور ازاي وضحتوا ده للمراه، وخصوصا ان كان في البعض متخيل انه بيتقال له انزل قول رأي إطلاقاً. وإحنا وهو الأساس أنك بنقول لك لا أنت صوتك مهم وأنت يعني عنصر أساسي في مسيرة بناء هذا الوطن، فصوتك مهم فلازم تنزل تقول رأيك بغض النظر هو اتجاهه. دي كانت رسالة المجلس القومي للمرأة. يعني وضحت ده إزاي بقى للمرأة؟ بأن كل واحد ليه الحرية المطلقة. إحنا حضرتك إحنا كلنا مواطنين لينا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات. صحيح. وكل واحد ما حدش بيجبر حد. أنا ما أقدرش أقول حضرتك قولي نعم قولي لا، انت ليكي مطلق الحريه تقولي اللي انت عايزاه، تقولي اللي انت شايفاه من خلال وجهه نظرك. حصل حوار مجتمعي بشكل كبير قبل الاستفتاء، شفنا المناقشات في البرلمان، يعني حصل كلام كتير، كل واحد له انه يقتنع كيفما يشاء. اللي شايف ان هذه المواد هتلبي له احتياجات انها هتساعد في بناء هذا الوطن ينزل ويقول نعم، اللي شايف غير كده هو حر، ما حدش هيجي يحاسبه يقول له انت قلت نعم او قلت لا. يعني لازم يبقى عندنا الفكر الديمقراطي والحريه في الابداء الراي واحترام الراي الاخر سواء هو نعم او هو لا. يعني في الاخر احنا كلنا نحترم الاختلاف، لازم يبقى عندنا ثقافه الاختلاف ما بيننا وما بين بعض، فكل واحد في الاخر هو له مطلق الحريه، ولكن الإدلاء بالصوت ده واجب وطني، انك تقول نعم او تقول لا انت حر، ولكن انك تنزل وتشارك في يعني استحقاق للوطن والوطن ينادي وانت لا تلبي، فهذه خيانه للوطن. صحيح. زي ما بتطالب بحقوقك انت عليك واجبات. بالظبط. هي عمليه توازن. هي يعني
واجب وطني لازم ان احنا نؤديه ونؤديه كيفما بقى نشاء، ما حدش بيكبرنا ازاي. ودي الحقيقه كانت زي ما قلت لحضرتك رساله المجلس القومي للمراه بكافه فروعه في 27 محافظه. كان في توعيه كبيره جدا من خلال حملات طرق الابواب، من خلال صوتك لمصر بكره اللي استمرت خلال الاسبوع اللي فات من 14 ل 16، يعني ازاي ان الستات تنزل وتشارك. كان في توعيه بشكل كبير جدا للسيدات كمان من خلال الحقيقه الرائدات الريفيات اللي هم الاذرع حقيقيه المجلس القومي للمراه، اللي بيوصلوا رسائل المجلس بطرق مبسطه، لان الرائدات الريفيات بيكونوا خارجين من نفس البيئه، من نفس القريه، من نفس النجع. فدول بيبقى عليهم الحقيقه دور كبير جدا في ان هم يوصلوا رسائل المجلس القومي للمراه. يعني اما انا اكون مش من قريه معينه او من محافظه معينه لهم عادات وتقاليد وموروثات، اكون انا بالنسبه لهم غريبه عليهم، فممكن الرساله ما اقدرش اني اوصل الرساله بنفس الشكل او بنفس المفهوم زي ما رائده ريفيه من نفس الطبقة ومن نفس الطبيعة الجغرافية. يبقوا أهل بيت واحد أكتر يعني. بالضبط. فالحقيقة دول كمان يعني بنقدم لهم شكر كبير، لأن هم بيقدروا أن هم يوصلوا هذه الرسائل بشكل كبير جدا. بس المرأة المصرية عندها وعي، عندها وعي كبير جدا الحقيقة. والمرأة المصرية دائما ما تحرص على الاستقرار والأمان وإحنا شفنا ده. يعني احنا مرينا بالفعل اما شفنا ان كان يعني اهدر الامان تماما، وعشنا فتره من احلك ما يكون، يمكن اصعب فتره مرت على بلدنا على الاطلاق. وما كناش بنعرف نمشي في الشارع، وماشيين واحنا خايفين وحاسين بقلق وعدم استقرار. وفجاه تاني الحمد لله استعدنا هيبه مؤسسات الدوله، واستعدنا الشرطه الباسله قدرت انها تاني تستعيد الهيبه تاني وتستعيد الامن والامان الداخلي، والقوات المسلحه قدرت انها تحمي حدودنا بكل القوه والفخر والعزه والكرامه. فالحمد لله يعني دايما المراه بتبقى بتبحث عن هذا الاستقرار، سواء في المحيط الاسري او فيما بعد، في يعني نزود المحيط اكبر ويبقى في المحيط المجتمعي ثم في الوطن، والوطن بكل ما يحمله من دفء وامان واستقرار. طب المراه واعيه لدورها، احنا عايزين بقى المجتمع يوعى هو كمان بدورها بشكل اكبر. يعني الواحد مثلا بيتخيل، طب امتى مثلا يجي علينا اليوم اللي يكون مثلا في مشاركه المراه في البرلمان بدون كوتا؟ لانه في الاخر ده قانون تمييزي، لكن احنا عايزين نوصل لانه ده يبقى بشكل تلقائي وانه ده يبقى بشكل عادي. تفتكري امتى هنوصل للمرحله دي؟ هيحصل. احنا حضرتك في فتره تغيير الثقافه اللي كانت بتسود في المجتمع المصري والمجتمعات العربيه، مش بس في مجتمعنا احنا المصري. يعني الثقافه الذكوريه الغالبه على البعض، والنظره الهامشيه للمراه وان المراه هي مجرد تابع للرجل، اعتقد ان هذه النظره من خلال قياده سياسيه تدعم بالفعل وتساند المرأة المصرية، من خلال تمكين المرأة في كافة المجالات المختلفة وفي كافة المناصب القيادية، وتحقق المرأة النجاح يعني الذي يفوق ربما في بعض الأحيان الرجال، وقدرة المرأة على يعني أنها تبهر الآخرين بأدائها المتميز، وثقة الرجال من يعملون تحت هذه القيادة النسائية، أعتقد ده بيخلينا أن احنا نغير شكل يعني هذه الثقافة خالص. لأنها ثقافة الحقيقة يعني بنيت خلال عصور وخلال مراحل. هي الحقيقة بدعة ضالة، وكل بدعة في النار، لأنه بجد، لأنه في الآخر الست إنسان. يعني إحنا ليه ما نشوفش إن الست يعني ست راجل، في الآخر إنسان، يعني لك حقوق، ويعني تقدري تعملي اللي هو اللي الراجل يقدر يعمله في مجالات كتير. ده حقيقي، بس ده بيحصل بالتغيير الثقافي المجتمعي اللي بياخد شوية وقت. صحيح. مش زي يعني حضرتك عارفة في حاجات بتخلص بقرار، ولكن تغيير الثقافة يعني الثقافة دايما بتبقى يعني تراكمية وبتاخد وقت أطول. صحيح. يعني عشان نغير ثقافة مجتمع ده شوية بياخد وقت يعني. صحيح. ومحتاج حراك كبير على مستويات عديدة، يعني من خلال القوى الناعمة، من خلال الإعلام، من خلال السوشيال ميديا عليها دور كبير جدا في توعية المواطنين، من خلال مؤسسات الدولة، من خلال التعليم. والتعليم ده كمان شيء مهم جدا، ان احنا يعني يبقى بالنسبة للأطفال الصغيرين ان احنا نبدأ نزرع فيهم احترام الآخر وقبول الآخر، وازاي ان هو يتعامل مع الأنثى بشكل مختلف في الاحترام والتقدير. يعني ان المرأة تكون مقدرة من وهي فتاة. فترة من الفترات المرأة هي اللي ساهمت أكتر في موضوع الذكورية ده، ان هو يزداد، بان هي ربت ابنها طبعاً. ان اخته تخدمه،
في البيت طبعًا. تقوم تحضر له الاكل وتعمل له تكوي له هدومه وتقوم تعمل له كوبايه الشاي، يعني هي قهرها من الاول بالزبط. فللاسف انت عندك برضو بشكل او باخر في يعني المراه بنفسها كانت بتشارك في طبعًا. التعليم هو التعليم والاسره طبعا وما وكمان يعني مراكز العباده سواء المسجد او الكنيسه، فيعني كل دي الحقيقه منصات مختلفه محتاجين ان احنا نعيد تاني تاهيلها صحيح. برؤيه مختلفه يعني تبقى دايما. هل بيبقى في تعاون بقى بين هذه المنصات والمجلس القومي للمرأة؟ طبعا جدا بوضع خطط توعوية طبعا طبعا الحقيقة في تعاون كبير جدا ما بين المجلس القومي للمرأة وكافة الوزارات المعنية والمحافظات، فيعني الحقيقة في دعم وفي دعم كبير من القيادة السياسية وحراك. أعتقد أنه لولا يعني الدعم والمساندة من القيادة السياسية ما كان المجلس هيقدر أنه يوصل يعني لهذه التوعية خلال الفترة بسيطة اللي احنا يعني منذ القرار الجمهوري اللي احنا وجدنا في هذا المجلس. وطبعا كمان الحقيقة يعني ينبغي أن أشكر كمان وبالتالي برضو كانت أكيد. مناسبة لفعاليات أكيد. مختلفة بس ينبغي أن أشكر كمان الحقيقة السيدة السفيرة ميرفة التلاوي والدور اللي قامت به خلال الفترة من 2011 لغاية دلوقتي ودور المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه من سنة 2000 لغاية ما إحنا جينا، يعني كان في 15 سنة الحقيقة قبلينا والدكتورة مايا مرسي يعني كقيادة نسائية شابة عندها رؤية ووطنية عملت الحقيقة شيء إيجابي جدا وهي أنها استكملت مسيرة من سبقوها، ما جاتش تهدم اللي سبقها وتبدأ من أول وجديد. ما هو ده الصح. ودي كانت انطلاقة يعني عملت نجاح للمجلس القومي صح. للمرأة. راية بتسلم راية، وإلا لو هتقعدي تهدي وتبني من جديد احنا واقفين مكاننا. بس ده على فكرة ده للأسف أنه يعني بيحصل في كتير من المؤسسات وفي كتير صحيح. من الوزارات صحيح. وده اللي بيأخرنا. لما لازم يعني لازم واحدة واحدة نبتدي نغير هذا المفهوم طبعا في جميع المؤسسات. وإحنا هستأذنك وننتقل دلوقتي لبث حي ومباشر من القليوبية من أمام إحدى اللجان مع زميلنا ماجد عبد الله. ماجد أهلا بيك، وأوصف لنا المشهد عندك في القليوبية. أهلا بكم زملائي في الاستوديو. يعني المشهد يعتبر أكثر من رائع، يعني منذ الصباح الباكر من الساعة 9 صباحا اللي هو وقت فتح اللجنة الإقبال في تزايد مستمر. شفنا مشاركة كبيرة جدا من المرأة المصرية، شفنا مشاركة وجود وتواجد الشباب كبار السن، هناك اعتناء خاص وشديد جدا بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن لا يستطيع يستطيعون ان هم يعني يدخلوا بنفسهم الى داخل اللجان. قوات الجيش والشرطه الحقيقه يعني قايمه بخدمتهم على اكمل وجه. طبعا وردتنا اخباريه طبعا ان غرفه العمليات بقياده وبرئاسه محافظ القليوبيه الدكتور علاء عبد الحليم قايمه برضو بشغل كبير جدا بتتابع العمل داخل اللجان الانتخابيه على اكمل وجه وتحسبا وجود اي مشكلات يمكن حلها. طبعا زي ما تشاف الصوره من خلفي طبعا وجود نسبه كبيره من الشباب متواجدين للادلاء بصوتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. يعني خلينا نتعرف طبعا عليهم ونشوف طبعا نتعرف عن سبب مشاركتهم ورايهم ايه في هذه الاستفتاء. يعني عايز اعرف انت شايف الاستفتاء ازاي؟ شايف طبعا احنا شايفين ان انت متواجد، طبعا انت طالب تقريبا في كليه هندسه جاي مع بعض زمالك من الدفعه. تمام، كلمني بقى انتوا جايين بقى النهارده شايف اهميه مشاركتك ازاي؟ بص انا شايف اولا معروف بنفسي رامي نجاح تمام، بس انا شايف ان هو ده دور واجب عليا اللي لازم اديه في حياتي، سواء انا رافض الاستفتاء سواء انا رافض الدستور او حابب الدستور، ده دور لازم انزل واشارك. اقول مثلا لو انا حابه اقول اه صح، مش حابه اقول لا ده حقي، يعني حتى لو عشان لما اطبق يبقى انا مقتنع بيه، ما اطبقش يبقى انا برضو مقتنع ان ده كان حقي ان انا ما اطبقش. تمام، يعني انت شايف انه واجب عليك ان انت تنزل تشارك ايا كان رايك ايه؟ ده طبعا دي حاجه من بينك وبين نفسك يحددها الصندوق فيما بعد يعني. تمام اه اكيد، ولا بنصح اي حد ان هو ينزل يشارك سواء رايك ما تشاركش ما تنزلش، انزل قول لا حابب الدستور، انزل قول اه، اما انت قاعد في البيت لا كده مش كده، مفيش حريه كده، احنا مش هنتقدم، نفضل طول عمرنا قاعدين في البيت ما فيش حاجه تتقدم. شكرا جزيلا ليك.
معنا طبعا احد يعني الاساتذه طبعا يعني يعني بعد ما حبيت ماشي، لكن عامه يعني على اي حال من الاحوال يعني احنا شايفين طبعا الرساله واضحه، انزل وشارك. هو طبعا عنوان الموقف اللي احنا فيه وعنوان المشهد اللي احنا بنتواجد امامه، احنا متواجدين في محافظه اليوبيه من امام مدرسه الشهيد مصطفى لطفي. طبعا الاقبال يعني بيتزايد من وقت الى اخر، طبعا احنا بنقترب يعني تقريبا كلها نص ساعه وتبدا ساعه الاستراحه في اللجان، هتستمر مدة ساعة وبعد كده نشهد مزيد من الإقبال من قبل المواطنين. طبعا هنكون معاكم لحظة بلحظة بنصب لكم المشهد. لكم مرة أخرى اشكرك، شكرا جزيلا ماجد. وشايفين الشباب اهو، عشان ما تقولوش انتوا لوحديكم اهو، الشباب اهو مشاركين زي الفور المشاهير الجامعه. طب احنا لو تم اقرار الدستور وخلاص هيبقى عندنا كوتا للمراه، وبالتالي احنا طبعا في خطوات كتير مستنيينها كمان باشارات الرئيس كمان لتعديل بعض القوانين وبعض الاجراءات. لدينا معركه قانون الاحوال الشخصيه وايضا مجموعه من ملحقاته، فانت شايفه ايه بقى الاولويات الفتره القادمه بعد سواء تم اقرار الدستور بنعم او لا او التعديلات؟ خلينا ادق يعني. اوكي هقول لحضرتك الحقيقه، لو تم اقرار الدستور ان شاء الله، عايزه اقول لحضرتك ان يعني نسبه مشاركة المرأة في البرلمانات على مستوى العالم من أصل 188 دولة، مصر كان ترتيبها 135. في حال إقرار هذه التعديلات هيصبح ترتيب مصر 68. فإذا إحنا بنتكلم على مكانة مصر وارتقاء مكانة مصر والنظرة للدولة المصرية مش للمرأة بقى المصرية. زي رواندا عدد المرأة في البرلمان ازداد عن عدد الرجال. بالظبط. وده يعني مستغرب بيحزن بينا يعني. لا لأن في الدول الأفريقية الحقيقة في حالة يعني تقدم كبير جدا في النظرة للمرأة الأفريقية، وفي بعض الدول في رئيسة جمهورية وفي رئيسة وزراء. لا ما كانش عندهم سلفيين وهابيين وكده فترة يعني. أكيد بلاش ندخل في التفاصيل دي. كمان ملف التمكين السياسي للمرأة على مستوى العالم من 149 دولة، مصر كانت 122 في حالة إقرار هذه التعديلات هتبقى 91. على مستوى الدول العربية مصر المركز الـ 12 في حال يعني ثبوت هذه الـ 12 في إيه؟ على مستوى الدول العربية في البرلمان. ففي حال إقرار هذه التعديلات وتفضل النسب في الدول العربية المحيطة بينا يعني بنفس النسبة، هتبقى مصر المركز الرابع. على مستوى أفريقيا من المركز 31 هتبقى مصر المركز 15. طب ده حلو قوي. بالظبط. فإحنا يعني بنتكلم على كوتا للمرأة هتغير من ترتيب مصر مش الدولة المصرية، وهتغير من النظرة يعني لمكانة الدولة المصرية وتقديرها للمرأة المصرية، لأن ملف المرأة دلوقتي هو ملف الحقيقة بيهم كتير جدا من دول العالم. يعني إحنا مش مصر بس اللي بتهتم بهذا الملف، وفي حالة من التنافس الشريف ما بين مصر وما بين الدول العربية الأخرى. يعني إحنا شايفين ملف المرأة الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا في الدول العربية كمان دلوقتي. شفنا السعودية بالرئيس ترامب وبنته حتى إيفانكا ترامب كانوا أشاروا للدور ده. بالضبط. واستراتيجية النهوض بالمرأة اللي أعلنها رئيس في 2017 في عام المرأة المصرية تم الإشادة بها من هيئة الأمم المتحدة، وحصل أكثر من إشادة من مؤسسات دولية للمجلس القومي للمرأة وللملف المرأة والدور ودعم القيادة السياسية لملف المرأة في مصر. فإحنا الحمد لله شايفين إن إحنا على خطى سليمة، إن ده هيحقق لنا كتير مما كنا نحلم به خلال الفترات اللي فاتت. يعني كانت المرأة مش واخدة حقها، مش حاصلة على ما تستحقه، ولكن دلوقتي شايفين إن إحنا يعني الحمد لله خطى ثابتة، خطى واثقة يعني بتتأكد وبنرأها مرأة العين يعني الحمد لله. وفي تمكين حقيقي وفي إرادة سياسية حقيقية تقوم بها القيادة السياسية والدولة المصرية وأيضا تدفعها بقوة كيان المرأة المصرية. صحيح. لما نيجي بقى نتكلم على مشاهد المرأة المصرية في استفتاء على التعديلات الدستورية، هل في مشاهد معينة لفتت نظرك كانت مميزة بالنسبة لك، حابة انك تشاركي المشاهد معاها؟ اولا الاستراحات اللي معمولة على بعض اللجان لذوي الاعاقة والمسنين كبار السن، الحقيقة دي كانت يعني فيها حالة من الإنسانية كبيرة جدا. هقدم بقى كل شكر ويعني تقدير وتحية واجبة الحقيقة لرجال الجيش والشرطة. يعني شفت بنفسي، وهقول لحضرتك بقى حاجة كمان، أنا معاصرة لأن أنا جوزي ضابط مباحث وقايم بالفعل بتأمين يعني إحدى المدارس. فعايز أقول لحضرتك إن هو بيرجع البيت ساعتين اتنين
بالفعل. فمن الساعة 2 الصبح وبينزل تاني الساعة 4 ونص الصبح، يعني بيقعد من في البيت من 2 ل 4. فقد ايه في مشقة حقيقية، وفي الوقت نفسه في بعد انساني رغم كل هذه الصعوبات. صحيح. في التعامل مع المواطنين، في احترام وتقدير حتى الشكاوي، لان في مشكلة البعد الجغرافي عن بعض اللجان، دي الحقيقة كانت من اكتر المشكلات اللي او اللجان اللي مكانها اتغير، يعني في ما انا قصدي كلمة بعد جغرافي، يعني أيوة. الناس كانت رايحة على المدرسة اللي هي متعودة تروحها كل سنة، واكتشفت ان هي في مدارس تانية. ومثلا احنا شفنا بعض سيارات الشرطة حتى وصلت الناس، يعني كان في بعض الصور المتداولة. ايوه بالفعل. وانا عايز اقول لحضرتك لسه التقرير دلوقتي الفاصل اللي احنا خرجنا الايوبية، شايفين ضابطة شرطة واقفة ورا المراسل. فالحقيقة قد ايه الشرطة المصرية برجالها ونسائها هم فخر للدولة المصرية، وقد ايه احنا حاسين بالفعل ان كمان المرأة المصرية في الأجهزة المختلفة بتقوم بدورها، وشفنا حتى على مستوى الـ يعني الاستشهاد من اجل هذا الوطن، شفنا في حادث الكاتدرائية ان وقع الشهيدات، زي ما شفنا في 1919 ان المرأة المصرية وقعت شهيدة للدفاع عن استقلال الوطن ويعني التحرر من الاستعمار. شفنا كمان يعني نتيجة للأسف للإرهاب وللمحاولات الاعتداء على أمن وأمان المواطنين، أن المرأة المصرية كمان في جهاز الشرطة وقعت شهيدة في حادث الكاتدرائية، سواء ضابط أو عريف، أو يعني شفنا نماذج مختلف. فكل دي الحقيقة يعني بنقدم شكر واجب، لأن أنا شفت الحقيقة امبارح، أول امبارح في اليوم الأول، كان أكتر من موقف وتعامل إنساني في منتهى الرقي والاحترام من رجال الشرطة والجيش اللي كانوا واقفين لتأمين المدارس، رغم ان هم ما لهمش اي علاقة على فكرة بسواء المقر الانتخابية او يعني شكوى المواطنين، هم ما لهمش علاقة بها، ولكن كان احتوائهم للموقف والتعامل بمنتهى الرقي والإنسانية مع الحالات اللي جاية، يعني عندها حالة من الغضب او الضيق من تغيير المقر اللجنة، ان هم كانوا بيحتوهم بمنتهى الرقي وبيقعدوهم يعني الحقيقة في تعامل إنساني. كمان القضاء داخل اللجان الحقيقة في تعامل بمنتهى الاحترام الشديد ونزاهة القضاء المصري اللي احنا معتادين عليه. هم عصب هذه العملية، لأنه طبعًا وجود قاضي على كل صندوق ده أكبر ضمانة لعدم التزوير، وضمانة للناس إن هي كمان وطمأنينة إن هي تنزل. وإحنا شفنا ده الحقيقة في الاستحقاقات اللي فاتت. يعني إحنا شفنا إن حصل تغيير حتى في فكرة أن يبقى فيه استفتاء أو أن يبقى فيه انتخاب، شفنا النزاهة الكاملة في عملية الاقتراع بشكل يعني منتهى الشفافية ومنتهى الاحترام، وكانت القنوات المختلفة كانت بتعلن النتائج على الهواء مباشرة، وده أعتقد أن هي برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤكد للمواطن فكرة النزاهة والشفافية والطمأنينة، أن هو ينزل ويدلي بصوته وأن هو يبقى مطمئن أن صوته هيوصل أيا كان صوته هو في أي اتجاه. في عدد شكاوى معينة تلقاها المجلس القومي للمرأة أثناء إشرافه على العملية، كانت إيه نوعية هذه الشكاوى وتعاملتوا معها إزاي؟ هقول لحضرتك إحنا جالنا في اليوم الأول 103 شكوى على الرقم الساخن مكتب الشكاوي بفروع المجلس طبعا المختلفة، وإحنا الخط الساخن 15-1-15، وده بنقوله طبعا علشان إحنا النهاردة لسه مستمرين، وأي حد عنده مشكلة يقدر أنه هو يتواصل مع 15-1-15 المجلس القومي المرأة، يقدر أنه هو ينزل ويدلي بصوته. ال 103 شكوى كانوا مقسمين 74 يعني مش شكوى، ولكن كان استعلام على المقر الانتخابية والأماكن اللجان، وكان في 24 شكوى بقى من فكرة التغيير الجغرافي زي ما قلت لحضرتك، اللي هي المقر اللي اتغيرت من مكان لمكان والناس عندها مشكلة في الوصول للجان الأخرى. وجالنا 5 مطالبات مساعدات لذوي إعاقة وكبار السن، وبالفعل المجلس تواصل طبعا المشكلات الأولانية. بتبعتوا لهم بقى عربية أو يعني احنا شفنا بعض الحالات انه ذوي القدرات المجلس القومي المرأة بيتواصل فورا مع غرفة العمليات في المحافظة اللي فيها المشكلة، وبيبعت لها عربية بتوصلها لغاية اللجنة بتاعتها وبترجعها تاني لغاية بيتها بمرافق كمان. وفي حتة برضو ذوي القدرات، عشان دي برضو حتة لقطة جميلة وجديدة كمان في تسهيلاتها المرة دي، انه في طريق برايل
وانه بالزبط. كمان في مترجم الاشاره احيانا لما بيروح يدلب دي برضو هل جالكوا شكاوى من عدم توفرهم مثلا او يعني رصدتوا الحته دي لا 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 دي كانت ماشيه دي حته عايزين ندعمها بقوه دي كانت ماشيه بسلام يعني لانها كانت موجوده بالفعل يعني ما كانش فيها مشكله وكان في سيده في دمياط ضريرة عندها 93 سنة وأصرت على الإدلاء بصوتها وراحت وأدلت بصوتها في اللجنة بتاعتها. امبارح عدد المشكلات أو الشكاوى اللي جت للمجلس القومي للمرأة كانوا 50 شكوى وكان في برضو شكوتين أو يعني اتنين كبار سن عايزين إن هم يوصلوا للمقر بتاعتهم والمجلس بالفعل قدر إن هو يوصلهم بخلاف طبعا عدد المجلس كمان أتاح لابتوب في محافظة المنيا في كفر المنصورة للاستعلام على الأماكن الانتخاب فيعني تيسيرا على السيدات المواطنات اللي عايزين ان هم يدلوا بأصواتهم. فكمان المجلس القومي للمرأة الحقيقة بيوفر يعني عندنا عدد كبير من المتطوعين أكثر من 4000 متطوع من المجلس القومي للمرأة سواء أعضاء أو أعضاء فروع أو مقررات للفروع أو المتطوعين رائدات الريفيات كل دول بيقدروا ان هم كمان يسهلوا ويساعدوا السيدات اللي بيحاولوا ان هم يوصلوا للمقر دول موجودين في الشارع بقى موجودين في الشارع بننزل كلنا بقى ميداني وبنتابع ونشوف حركه عمليه الانتخاب ماشيه ازاي واي حد عايز مساعده بنقدر ان احنا نوفرها يعني دوركم كمان في قدر من المراقبه يعني خلينا نقول مش بس التسهيل يعني مش هنقول يعني او متابعه بلاش متابعه بالظبط هي متابعه متابعه بالظبط ده على مدار طبعا 12 ساعه احنا بنتكلم من 9 الصبح ل 9 مساء من قبل بقى كمان كمان يعني ما بتناموش برده يعني الله يكون في عونكم بجد يعني. هي فترة حضرتك عارفة احنا ده بنعمله خدمة لهذا الوطن طبعا اللي يستحق يعني احنا بنعمل ده بمنتهى الحب ومنتهى التقدير وبمنتهى الاعزاز لبلدنا وحاسين ان احنا في يعني بلدنا بتنادي علينا واحنا كلنا اتعلمنا وتربينا وخدنا خير من هذه البلد فمهما الحقيقة هنحاول ان احنا نقدم مش هنوفي ذرة من تراب مصر ومن خير مصر علينا. لا ولو مصر تحتاج اكتر من كده يعني هنعمل طبعا ودمائنا نفسها الحقيقة يعني من أجل هذا الوطن هي يعني فداء طيب. وإحنا بنتكلم على مثلا أكاديمية تأهيل الشباب للقيادة ده مشروع يعني كانت القيادة السياسية قامت بيه وكانت فكرة مهمة جدا لتأهيلهم بممارسة القيادة بشكل علمي ومدروس وإحنا بنتكلم على إن لو يعني إذا تم سريان خلاص تعديل بعض المواد الدستور وبنتكلم على 25% كوتة المرأة داخل البرلمان هل في خطة مجلس القومي المرأة وضعها لتأهيل المرأة للشغل بقى يعني مثل هذه المسؤولية أو نهي تقوم بهذه المسؤولية طبعا بس حضرتك عارفة إحنا يعني خلينا نقول استعدادا يعني خلينا نقول إن طبعا في حال إقرار هذه التعديلات طبعا يعني ده لسه إحنا دي لسه مرحلة بعد الموافقة على التعديلات أكيد هيبقى في خطط قادمة لكن بشكل عام المجلس القومي للمرأة بيأهل وبيوعي المرأة المصرية من الفتاة الشابة لغاية يعني ما فيش حدود سنية صحيح. للمرأة ولكل المراكز يعني أيضا المراكز القيادية كمان لكل حاجة حضرتك أنا قلت لحضرتك في تواصل مع يعني كافة مؤسسات الدولة وفي الآخر إحنا كلنا بنهدف بناء وتنمية هذا الوطن وتنمية وقدرات الشباب والشابات وإحنا شفنا دعم القيادة السياسية كمان لملف الشباب الحقيقة بشكل كبير طبعا. وشفنا عام للشباب في 2016 وتلاقي عام للمرأة في 2017 صحيح. ثم عام لذوي الإعاقة في 2018 صحيح. والحقيقة كل واحدة من دول بعتبرها رسالة كبيرة ومهمة جدا للفئة اللي تعمل لها عام مخصص ليها يعني الشباب وشفنا مؤتمرات الشباب وشفنا قد إيه كانت مصر الحقيقة يعني رمز مشرف وكانت دعاية للسياحة المنتدى الشباب العالم قد إيه كان فخر لينا كلنا إن إحنا حاسين إن إحنا ننتمي لهذا الوطن العريق اللي بيجيب يعني من كافة دول العالم شباب وشابات فخورين بانتمائهم إن هم يجوا لغاية أرض مصر أرض الحضارة والعراقة والرقي فيعني كل دي كانت رسائل عام المرأة المصرية وما أنجز فيه من إنجازات كبيرة جدا وإعلان استراتيجية للنهوض بالمرأة تقوم على محاور يعني عديدة لتمكين المرأة في كافة المجالات المختلفة ثم عام ذوي الإعاقة اللي اختتم بقانون ذوي الإعاقة ويعني يبقى فيه قانون من أجل الإتاحة وقايمة بدور كبير الحقيقة دكتورة هبة هجرس وهي عضوة يعني طبعا في البرلمان وعضوة بالمجلس القومي للمرأة في ملف الإعاقة بشكل كبير جدا فكل دي الحقيقة عملت شغل حقيقة هايل جدا الحقيقة هل في تنسيق منكم بين نائبات البرلمان خاصة بقى في المرحلة القادمة محتاجين تمرروا
مجموعه من التعديلات برضو على بعض القوانين. حضرتك عارف المرأة المصريه بكل اشكالها يعني عشان كده عمل في استراتيجيه كاستراتيجيه ضغط، يعني ما نقدرش نقول استراتيجية ضغط، هي حضرتك الواحد لو مش مقتنع ما عندوش قناعة بالشيء مش هيعمله. لكن النائبات ما هم في الآخر هي امرأة مصرية، ما هي نائبة وهي امرأة مصرية وتعي تماما بقدرة وكفاءة المرأة المصرية، وهي في هذه الحالة ليها دور تشريعي، فبالتالي هي ممكن أنها تكون أداة لتوصيل رسائل المرأة المصرية بشكل كبير تحت قبة البرلمان، زي المرأة المصرية في الوزارة أو في الحكومة، فهي كمان هي صورة للمرأة المصرية وصوت داعم للمرأة المصرية في يعني في الوزارات المختلفة. على أي حال طبعا احنا هنشهد أيضا تغييرات متعلقة بموقع المرأة أيضا في المجتمع على كافة الأصعدة في الفترة القادمة، وده بنتمناه لأنه دور أصيل ليها وحق أصيل ليها، وبالتأكيد دفع لكل المجتمع. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، شرفتينا ونورتينا. شكرا جزيلا، أنا المبسوطة بوجودك. شرفتينا ونورتينا، ولسه طبعا احنا قدامنا 6 ساعات بتهيألي لسه في تكملة لشغل حضرتك. يعني بنتمنى أن كل حد لسه ما نزلش أن هو ينزل ويشارك ويدلي بصوته، والمرأة المصرية زي ما أذهلتنا وفي حتى في بعض المحافظات اللي كانت مفاجأة زي مرسى مطروح اللي فيها عادات قبلية ويعني يمكن مش متاح ليها قوي، ولكن وعي المرأة المصرية نزلت وشاركت، وفي محافظات الصعيد. فبنوجه رسالة لكل فتاة ولكل امرأة لسه ما نزلتش، انزلي وأدي بدورك لأن ده واجب وطني. نشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا، وزي ما قلنا باقي 6 ساعات، هنسيبكم دلوقتي مع كاميرا قناة تان في محافظات مصر المختلفة، وتغطية مستمرة، تغطية الدستور فقط وحصريا على قناة تان.